وأدرك صراحة رغبة الكثير من المواطنين في إيجاد فرصة لخدمة هذا البلد ولخدمة أنفسهم وأهلهم وعوائلهم. البطالة ونشاهد بالأرقام بدأت في ترند أو في توجه ينخفض، ولم يأتي هذا من فراغ صراحة، أتى بجهود كبيرة جدا وتكافل وتعاضد وعمل مشترك بين الحكومة وبين القطاع الخاص، وتحقق نتيجة لذلك انخفاض متسارع في مستوى البطالة. في عام نهاية عام 21 كانت البطالة تقريبا 11%، انتهينا في الربع الثاني إلى 5.8% البطالة على مستوى المملكة. البطالة على مستوى السعوديين 9.7، وهي الأقل في 20 سنة. وبالتالي أنا متفائل بشدة صراحة من قدرة إن شاء الله الاقتصاد السعودي على خلق مزيد من فرص العمل وفرص الأعمال. أنا أشدد، ليس بالضرورة أن نوفر فقط فرص عمل، في كثير من المواطنين يرغبون في فرص أعمال، وهذا مهم جدا. وأرقام زي ما ذكرت سابقا، المنشآت التي تم تسجيلها خلال هذا العام مبشرة صراحة. أيضا الجهود مشتركة، الجهود ليس فقط الحكومة، أيضا في جهود يقوم فيها صندوق الاستثمارات العام، وتحدث عن خلق الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة 500,000 وظيفة بسبب التركيز أيضا على السعوديين والقدرات السعودية. ونعتقد هناك قدرات مميزة جدا تعمل الفرق وتستطيع أن تحقق نتائج كبيرة جدا. أيضا صندوق التنمية الوطني يدعم القطاع الخاص ومشاريع القطاع الخاص، هو صندوق التنمية الوطني هو المشرف على الصناديق التنموية الأخرى ويمول مشاريع القطاع الخاص، وله دور كبير جدا أيضا في توسع القطاع الخاص وبالتالي خلق مزيد من الوظائف.